بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، بهالمقطع بإذن تعالى راح نكمل مع بعض بحث المساحة في المثلث. هلأ عندي هي القاعدة من القواعد الهامة جدا جدا. شو بتقول هي القاعدة؟ إنه أنا إذا عندي مثلثين، لاحظ المثلث A B D والمثلث A D J، هدول المثلثين شبن؟ هدول يصلح إنه يكون لهم ارتفاع نفسه إذا مشتركين بنفس الارتفاع. كيف يعني؟ وين هذا الارتفاع؟ أنا لاحظوا لو مديت من الرأس A بالشكل التالي، بالنسبة للمثلث اليساري اللي على اليسار، لاحظوا قاعدته A، هذا قاعدته A، ارتفاعه خارجي صار ارتفاعه H، إذا قاعدته A ارتفاعه H، ما عدا مساحته، مساحة هذا المثلث ABD، ABD هي القاعدة اللي هي ABH، ABH على 2. طيب نيجي للمثلث الآخر اللي جنبه ADJ، مساحة المثلث ADJ تساوي قاعدته، لاحظوا هون راح ألونه باللون الثاني الأزرق، قاعدته ب ارتفاعه أيضا H، إذا ب ب H على 2. طب لو أخذت نسبة وتناسب بين هالمساحتين، قسمت مساحة الأول على مساحة الثاني، لاحظوا الاثنين راحت مع الاثنين، ال H راحت مع ال H، إذا مساحة الأول على مساحة الثاني تساوي نسبة قاعدته اللي هي A على B، تساوي A على B. طيب شو بهمني هذا الكلام؟ لاحظوا شباب، بالمختصر يعني رح أعطي مثال مختصر وسريع. أنا إذا عندي عدة مثلثات كلهم مشتركين بنفس الرأس، لاحظوا واحد اثنين ثلاث مثلثات، خليني أقول طول هذا الضلع K، وهذا هون 2K وهذا 3K. لاحظوا ثلاث مثلثات مشتركين بنفس الرأس يعني إلهم نفس الارتفاع، لاحظوا هذا الارتفاع يصلح للثلاثة. طيب شو راح يصير عندي هون؟ راح يصير عندي بالشكل التالي، إذا المثلث الأول مساحته A، المثلث اللي جنبه راح تكون مساحته 2A، واللي بعده راح تكون مساحته 3A، وبهذا الشكل نشتغل. لاحظوا بهذا المثال عندي القاعدة بتنطبق لأنه الثلاث مثلثات هدول مشتركين بنفس الارتفاع، مشتركين بالرأس نفسه عند الـ A. إذا الـ 2K أعطاني 18 معناها الـ K الوحدة عم تعطيني 9، إذا الـ K رح تعطيني 9، معناها الـ 2K كمان رح تعطيني 18. طب هو بده المساحة الكلية 18 و 18، 36 و 9، 45، إذا المساحة الكلية 45. بهذا المثال عندي 3 مرات BD بيساوي 4 مرات DJ، إذا هذا هون 4K ب 3K، DJ 3K، BD 4K. لاحظوا شباب، مثلثين مشتركين بالرأس نفسه إذا لهم نفس الارتفاع، ال 4K إذا أعطتني مساحة 4A ف 3K رح تعطيني 3A. هلا هو شو عم بيعطيني معلومة؟ عم بيقول لي مساحة المثلث كاملا 70. طب أنا صار عندي 7A عم تساوي 70، معناها الـ A الوحدة 10، إذا هذا مساحته 40 وهذا مساحته 30. هو مين بده؟ بده ADJ، يعني الجواب هو 30. بهذا المثال انتبه لي على المثلثين الصغار بالأسفل ABD و ADJ، لاحظ 3K أعطتك مساحة 30، طيب 2K قديش رح تعطيني؟ أكيد رح تعطيني 20، لأنه الكا عم تعطي 10. هلا رح أطلع على المسألة على اعتبار إنه BA خط متوسط في المثلث، مين المثلث اللي عم بحكي عليه؟ عم نحكي هلا على المثلث الكبير ABJ، على هذا المثلث. ملاحظين؟ الخط BA خط متوسط، طيب نحن قلنا الخط المتوسط بيقسم المثلث إلى مساحتين متساويتين. يعني هاي المساحة هون إجماليا هي 50، معناتها هون أنا عندي أيضا 50، فصار المثلث الكبير مساحته كلها 100. المثال التالي من الأمثلة الهامة جدا جدا جدا، وللأسف كثير من الطلاب قد يتخربطوا شوي ما ينتبهوا عليه. أنا بقول إنه دوما بس تشوف بالمسائل في عندك ضلع، لاحظ ضلع معلوم JA طوله معلوم، وضلع آخر معلوم لكن هالضلعين بعاد عن بعض، ضلعين بعيدين عن بعض، وفي عندي تعامد ما بين أحد الضلعين مع امتداد الضلع الآخر، يعني أنا إذا مديت جي اي
مديته شوي لفوق، لاحظوا راح يطلع عندي في تعامد بيناتهم. إذن هون بهذا النوع من المسائل بيكون عندي مثلث منفرج الزاوية فيه ارتفاع خارجي. إذن مثلث منفرج الزاوية ارتفاعه خارجي، طيب وين هذا المثلث؟ لاحظوا شباب الارتفاع مين هو ومين هي القاعدة راح تكون؟ الارتفاع هو اللي عليه إشارة تعامد، يعني الضلع AB هو العمود، يعني هذا بدي أرمز له بالرمز H. طيب وين قاعدة المثلث اللي عم بدور عليه؟ قاعدة المثلث هي الضلع الآخر اللي طوله 6. إذن هي قاعدة المثلث، راح أأشر عليها بدوائر مشان نتذكرها. طيب وين رأس المثلث؟ عند بداية الارتفاع. إذن هون وين صار المثلث؟ فيني آخذ المثلث بالشكل التالي باللون الأزرق راح ألونه، هذا المثلث. طيب إذن أنا هذا المثلث بإمكاني أحسب مساحته، إذن راح أقول إنه مساحة المثلث ABJ تساوي قاعدته 6 عموده خارجي 8، 6 ب 8 على 2 يعني 24. عرفت أنا إنه مساحته هذا كله 24، لكن أنت انتبه على هذا المثلث الأزرق DA جواته هذا شو يعتبر هذا؟ هو خط متوسط، إذن بيقسم لي هالمساحة بالنص، معناها هون عندي 12 وهون عندي 12. فالمثلث ABD اللي بده مساحته طلع جوابه 12. هذا المثال من الأمثلة الهامة جدا رح أحاول أحله بأكثر من طريقة. لاحظوا بداية شباب، أنا ممكن أسحب خط من B إلى D. لو سحبت خط شو صار عندي؟ حصلت على مثلثين بالأسفل، إذا الأول مساحته A الثاني مساحته 2A لأنه مشتركين بنفس الرأس عند B وإلهم ارتفاع نفسه. طيب هلأ شو صار عندي؟ أنا خلصت هلأ يعني استخدمت الـ A والـ 2A، بقي أستخدم الـ K والـ 3K. حتى أستخدم الـ K والـ 3K راح أنتبه إنه هون في عندي مثلث أول بالشكل التالي وجنب منه مثلث ثاني بهذا الشكل. إذا مسألتي هون صارت مسألة مثلثين ملونين بالأحمر مشتركين بالرأس D، إذا لهما نفس الارتفاع. طيب المثلث BJD مساحته كلها هي 3A. طيب إذا الـ 3K عم تعطيني 3A، معناها الـ K راح تعطيني مساحة A. هلا هو شو عم بيطلب مني؟ بده مساحة BJA. BJA يعني بده A على ADJ على المساحة الكلية على 4A، يعني الجواب 1 على 4. رح أحل هذا السؤال بطريقة تانية. أنا هلأ وصلت أثناء الحل B مع D، هلأ رح أوصل A مع A. خلونا نجرب. لاحظوا إذا وصلت A إلى A حصلت على مثلثين، لاحظوا جنب بعض مقسومين بهذا الشكل، إذا مشتركين هالمثلثين قاعدته الأول K والثاني 3K مشتركين بالرأس A، إذا لهما نفس الارتفاع. معناها إذا الأول مساحته A المثلث الآخر رح تكون مساحته 3A. هلا رح انتقل إلى، أنا اشتغلت على الكا والثلاثة كا، رح اشتغل على الآ والاثنين آ. رح اعتبر إنه عندي مثلث أول قاعدته A ورأسه قاعدته A هي هون ورأسه عند الآ كبيرة، والمثلث المجاور له قاعدته 2A. طيب رح نقول المثلث الأول هذا اللي قاعدته A مساحته 4A. إذا الـ A عم تعطيني 4 معناتها الـ 2A شو رح تعطيني مساحة؟ رح تعطيني 8A. هلأ مطلوب مني مساحة BJA. BJA هي 3A على المساحة الكلية على 12A. طبعا الـ A راحت مع الـ A، 3 على 12 عطتني 1 على 4. هلأ بإمكاني أحله باستخدام قاعدة الساين. طيب تعالوا نشوف كيف قاعدة الساين. أنا هون عندي زاوية ألفا، عم بيطلب مني مساحة المثلث BJA على مساحة المثلث ADJ. طيب مثل ما تعلمنا بقاعدة الساين، هلأ عيني على المثلث الصغير هذا،
في عندي ضلعين وزاوية محصورة بينهما، راح أطبق قاعدة الساين. إذا المساحة هي نص الضلع الأول A بالضلع الثاني 3K مضروب بساين الزاوية ألفا. راح أنتقل إلى المثلث الثاني الـ ADJ. لاحظوا هو الـ ADJ هذا هو. أيضا هذا الضلع طوله 4K، هذا الضلع 3A. فإذا بتطبيق قاعدة الساين المساحة هي نص الضلع الأول 3A بالضلع الثاني 4K مضروب بساين الزاوية ألفا. لاحظوا شباب الساين مع الساين، النص مع النص، الآ مع الآ، الثلاثة مع الثلاثة، والكا مع الكا. شو تبقى عندي؟ تبقى 4 بالأسفل، يعني أيضا جواب 1/4. بالمثال التالي فيني أحله أني أوصل د إلى ب. رح أقول عن المثلث DAJ والمثلث DBA مشتركين بنفس الرأس، فإذا الأول مساحته 4A الثاني مساحته 5A راح يتناسبوا مع القواعد تبعيتهم. طيب انتبهوا إلى الخط BD، هذا الخط BD. الخط BD هو خط متوسط، فبيقسم المثلث الكبير لمساحتين متساويتين. عندي هون 9A، إذا هون أيضا 9A. طيب شو في عندي معطيات؟ هو عم بيقول لي ADJ 40، ADJ هذا مساحته 40. طيب لاحظوا إذا الـ 4A أعطاني 40 يعني الـ A 10، معناتها هذا هون 50. صار المثلث DBJ 40 و 50 90، معناها هون عندي أيضا 90. فالمساحة الكلية 90 و 90، يعني المساحة الكلية 180. بالمثال التالي لاحظوا أنا عندي مثلثين مشتركين بنفس الرأس، واحد قاعدته K واحد 2K، إذا هذا مساحته A هذا 2A. عم بيطلب مني طول الضلع X. شباب أنا فيني أقول إنه هذا المثلث الصغير لو ضربته باثنين رح يطلع قد المساحة المثلث الكبير. إذا مرتين ضرب مساحة المثلث ABD ABD رح يساوي عندي مساحة المثلث ADJ. طيب لو أنا استخدمت قاعدة الساين، لاحظوا 2 ضرب قلنا هذا المثلث، راح اخذ هذا الضلع AD اسميه A صغيرة وليكن. لاحظوا راح اطبق قاعدة الساين على هذا المثلث، اذا المساحة هي نصف الضلع الاول طوله X بالضلع الثاني طوله A مضروب بساين 60. قديش عندي ساين الزاوية 60؟ هو جذر 3/2. إذا بجذر 3/2 لازم يساوي مساحة المثلث اللي على اليمين، هذا المثلث لاحظوا عم بلونه باللون الأزرق، فيه ضلعين بالشكل التالي. إذا رح أقول نص الضلع الأول هو A، الضلع الثاني 2 بجذر 3 مضروب بساين 30، طبعا ساين الزاوية 30 هو نص. طيب رح نختصر بالشكل التالي، النص مع النص، الآ مع الآ، الاثنين مع الاثنين، جذر 3 من فوق مع جذر 3 من فوق، الاثنين من تحت مع الاثنين من تحت، ما تبقى عندي غير انه الاكس يساوي الواحد. بهالفقرة شباب رح ندرس توزيع المساحات في حال كان عندي مركز ثقل المثلث. طيب لو انا اعطاني نقطة مثلا مثل هي هون النقطة، سمى لي اياها G، قال لي هي مركز ثقل المثلث. لاحظوا شباب لو انا وصلت مركز الثقل الى رؤوس المثلث بالشكل التالي راح احصل على 3 مساحات متساوية تماما. يعني اذا هون عندي A هون لازم يكون عندي A وهون لازم يكون عندي A. اذا مركز الثقل لو وصلته الى زوايا المثلث راح احصل على 3 مساحات متساوية. طيب في عندي توزيع آخر للمساحة يفترض أنا أيضا أحفظه، إنه لو كان عندي محدد لي مركز الثقل لكن من خلال خطوط متوسطة، هذا خط متوسط أول وهذا خط متوسط آخر بالشكل التالي، أسم لي الضلع بالنص وعندي المتوسط الثالث.
هون بهالحالة راح أحصل على، طبعاً هذا مركز ثقل المثلث، هون راح أحصل على 6 مثلثات متساوية المساحة. إذا حددت مركز ثقل المثلث من خلال الخطوط المتوسطة سيقسم المثلث إلى 6 مساحات متساوية. طيب لو أنا رحت وصلت الأورتطبان، وين الأورتطبان؟ من النقطة هاي النقطة إلى هاي النقطة خدت أورتطبان. هون في عندي توزيعة لازم أحفظها، لاحظ هدول المثلثين الصغار رح يكون كل واحد منهم مساحته A، المثلثين بالأعلى رح يكونوا 3A، والمثلثات الأربعة الجانبية رح تكون مساحاتهم 4A. يعني بهالحالة رح يكون عندي 3 مع 3 6 و 2 8 8 و 16 رح يطلع عندي 24. إذن بهالحالة رح تكون المساحة الكلية 24A. هذا التوزيع للمساحات أنا يفترض أكون حافظه. بهذا المثال هو عم بيقول لي الـ FR للمركزي، إذن هذا مركز ثقل للمثلث. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه هذا الخط متوسط وأيضا هذا الخط متوسط. طيب لو أنا رحت أنشأت المتوسط الآخر، أنا حصلت على 6 مثلثات متساوية المساحة. يعني لو كان هون عندي هذا مساحته A، أكيد هذا A وهذا A وهذا A كلياتهم متساوية. انتبهوا، هو عم بيعطيني إنه هون في عندي تعامد. المثلث FDJ مثلث قائم مقابل الزاوية 30 نصف الوتر، إذن هذا طوله 3، معناته مقابل 60 راح يكون 3 جذر 3. طيب إذن صارت مساحة المثلث هذا الصغير اللي هي A شو بتساوي؟ جداء الضلعين القائمتين على 2، يعني 3 مضروب ب 3 جذر 3 على 2، يعني 9 بجذر 3 على 2. أنا مطلوب مني مساحة المثلث ABD كاملا، مساحته كاملا هي 6A. إذن المساحة المطلوبة هي 6A، 6 رح أضرب ب 9 جذر 3 على 2، ال 6 مع ال 2 تعطيني 3، يعني 27 بجذر 3. بالمثال التالي عم بيقول لي F هو R لك مركزي، أو عفوا هو G، أنا آسف هو هذا G، لازم G هو R لك مركزي مركز ثقل المثلث. AB يساوي AG، إذن المثلث هذا متساوي الساقين. طيب ما دام هذا مثلث متساوي الساقين، فإذن الخط اللي مر من مركز الثقل هو خط متوسط. طيب الخط المتوسط في المثلث متساوي ساقين بيكون أيضا عمود ومنصف للزاوية. من G إلى F 5، إذن من G إلى B 10، 6 10، إذن هون طلع عندي 8. هلأ بإمكاني أكمل المسألة بالطريقة التالية، إما أني أحسب مثلث وأضرب بعدد المثلثات اللي راح ينشأ، أو أني أطالع طول الارتفاع اللي هو AD، والقاعدة عندي BJ كاملة معروفة لأنه هون أيضا بيطلع 8. طيب راح نحله على توزيع المساحات. لو أنا رسمت خط متوسط آخر طلع عندي 6 مثلثات كلياتها متساوية المساحة، طب راح أحسب مساحة مثلث GDB. لاحظ هذا مثلث قائم، مساحته 6 ب 8 على 2، يعني راح يطلع عندي 24. إذن هذا هون مساحته 24. هلأ كل مثلث من هالمثلثات الستة مساحته 24 بالشكل التالي، فإذا صارت مساحة المثلث كاملا هي 24 ضرب 6، يعني 144. أو كان لنا بإمكاني الاعتماد على القاعدة والارتفاع. تعالوا نشوف كيف. لاحظوا أن هذا خط متوسط وهو عمود، 6 وهون عندي 10، إذن هذا 8 وهذا 8، فصارت القاعدة كاملة 16. هلا هون عندي 6، فوقه لازم يكون عندي قديش؟ لازم يكون عندي ضعفه، يعني عندي 12، فهذا الارتفاع كاملا صار 18. إذن القاعدة 16، إذن المساحة بتقلي قاعدتي 16، العمود هو 18 على 2، طبعا هون بيعطيني 9، 9 ب 16 144، نفس الناتج.
بالمثال التالي أيضاً عم بيقول لي الـ FR لك مركزي، مساحة المثلث ABG هي 72 كاملاً. لاحظوا ما دام هذا الـ FR لك مركزي معناته هذا هون متوسط وهذا هون متوسط وهذا الطول قد هذا الطول. AD أورتا طبعاً صار. قلنا هذا A وهذا A والبقايا هون عندي 3 A كلهم وهدول 4 A، أنا لازم أكون حفظان هذه التوزيع. طيب إذا الـ 24 A بتساوي 72 معناها الـ A 3. طب هو شو بده مني؟ بده مني مساحة المنطقة المظللة. إذا هون عندي 3 وهون 3 فالجواب هو 6. القاعدة التالية طبعا هي لها علاقة أيضا ببحث الأشكال الرباعية. لاحظوا الشكل الرباعي A B J D هذا شكل رباعي لكن مقعر بنسميه. طب له قطران، القطرين بيكونوا بين زاويتين متقابلتين، يعني القطر الأول من A إلى J هذا القطر الأول. طب وين القطر الثاني؟ صار خارجه من B إلى D. ببحث الأشكال الرباعية فيني أقول مساحة الشكل الرباعي الألان للشكل الرباعي هو نص القطر الأول AJ بالقطر الثاني اللي هو BD مضروب بساين الزاوية ما بين القطرين. لاحظ لو مديت هذا القطر لهون رح تطلع الزاوية تيتا، إذن بساين الزاوية المحصورة بينهما. إذن هذا القانون يفترض أني أحفظه. برجع بقول مساحة، مساحة الشكل الرباعي هي نصف القطر الأول، لاحظوا هذا الجزء بس اللي داخل الرباعي، ضرب القطر الثاني مضروب بساين الزاوية ما بين القطرين. بهذا المثال عم بيعطيني المساحة 54، هي المساحة اللي هي 54 قلنا قاعدتها هي نص القطر الأول الخارجي اللي هو X بالقطر الداخلي اللي هو 6 مضروب بساين الزاوية ما بين القطرين. لاحظ إذا مديته هذا عمود ساينه واحد. طيب هذا إذن رح أختصر، الـ 54 مع الـ 6 رح تعطيني 9، 2 ضرب 9 إذن الـ X لازم يطلع عندي 18. بالمثال التالي عم بيطلب مني المساحة، قلنا المساحة بتساوي نص القطر الأول هذا هون 12 بالقطر الثاني اللي هو 10 بجذر 3 مضروب بساين الزاوية، ساين الـ 60 قديش هو؟ جذر 3 على 2. لاحظوا الاثنين بالأسفل مع اثنين بالأسفل هن أربعة، أربعة مع الاثناش رح تعطيني ثلاثة. هلأ ثلاثة والجذر بالجذر بيعطيني ثلاثة، صار تسعة بعشرة 90. إذن هذا الشكل الرباعي مساحته 90. أيضا هون بده المساحة، إذن بنقول المساحة هي نص القطر الأول 10 بالقطر الثاني اللي هو 12 مضروب بساين الزاوية ما بين القطرين ساين 30 أيضا نص. النص مع النص يعني بيعطوني ربع، مع ال 12 3، 3 ب 10 إذن 30، فمساحة هذا الشكل 30. القاعدة التالية جدا هامة هي من بحث التشابه طبعا. شو بتقول القاعدة؟ إنه أنا إذا كان عندي مثلث كبير وقطعته بمستقيمات متوازية على مسافات متساوية، لاحظ هاي المسافة قد هاي المسافة قد هالمسافة، فبتكون المساحات عندي أعداد فردية. لاحظ بلش بـ S بعدين 3S 5S 7S وهكذا. لاحظوا بهذا المثال مقطع لي إياهم بمسافات متساوية، إذن هون A 3A 5A و7A. لاحظ إذا الخمسة A أعطتك 45 معناها الـ A الواحد هو 9، هو بده مساحة المثلث كاملا A B J. طب اجمعوا لي A و 3 A صاروا 4، 5 9 9 و 7 16، إذا 16 A يعني 16 ب 9 144. المثال التالي فيه نقص بسيط، إنه لازم كان يقول لي إنه D A يوازي B J وإلا ما بينحل السؤال. طب هو عم بيقول لي مساحة ADA تساوي مساحة BJA، هالمساحة هي اللي عندي هون بتساوي هي المساحة هي اللي عندي هون. طيب نحن أخذنا سابقا في بحث التشابه أن أثناء ما بيكون عندي توازي بيكون في تشابه، قديش نسبة التشابه؟ هي طول ضلع
الأول على الضلع الكلي أو قاعدة الأول على قاعدة الكلي، ومربع نسبة التشابه بيعطيني نسبة المساحات. طيب تعالوا نشوف مربع نسبة التشابه شو بيساوي. مساحة الصغير لاحظوا شو هي، آ على مساحة المثلث الكبير، لاحظوا هذا المثلث الكبير شو صارت مساحته، على 2a. إذا يعني 1/2. طيب إذا مربع نسبة التشابه 1/2 معناها نسبة التشابه هي 1/2. هلا نسبة التشابه قلنا هي تساوي معدل طول الأضلاع، يعني 16/x. إذا هي بتساوي 16/x، معناها الـ x راح يطلع 16/2. بالمثال التالي أيضا مقطعين هدول المثلثات بالتساوي، إذا هون عندي a 3a و5a. طيب انتبه إلى الأرقام اللي عاطيك إياها، هون عم بيقول لك S ناقص 6، هون S ناقص 4. شو الفرق بين هالمساحة وهالمساحة؟ بين الـ S ناقص 6 والـ S ناقص 4 أكيد الفرق بيناتهم 2. بين الـ S ناقص 6 والـ S ناقص 4 الفرق هو 2. طيب بين الـ 5A والـ 3A شو الفرق بيناتهم؟ هو 2A. إذا صار الفرق بالمساحة اللي هو 2a يساوي 2، معناها الa هو 1. طيب إذا الa 1 معناها هذا مساحته 1، وهذا مساحته 3، وهذا مساحته 5، فالمساحة الكلية 9. القاعدة الأخيرة لدرس اليوم هي بالشكل التالي، إنه أنا إذا كان عندي مثلث كبير، لاحظ هذا المثلث الكبير اللي أنا عم بقصده بالشكل التالي، وبداخله مرسوم مثلث صغير، هذا المثلث الصغير. طيب إذا طلب مني نسبة الصغير على الكبير، لاحظ هون هذا الصغير صغير على المثلث الكبير الكبير الكلي، إذا طلب هالنسبتين شو بنساوي؟ لاحظ راح أتبع مثل طريقة، إذا بتتذكروا كان في عندي قاعدة سيفا بالشكل التالي، راح أختار ضلع أول وضلع تاني وضلع تالت. طبعا بالشكل التالي عم بطف، يعني اخذت بي ما باخذ اللي بعده، باخذ ها ما باخذ، وبقيوا عندي الثلاثة هدول الواي والكا والكيو. هلا طول الضلع كاملا هون راح ارمز له A، الضلع كاملا هون راح ارمز له B، والضلع كاملا هون J صغير. اذا مساحة الصغير على الكبير راح أحفظ القانون بالشكل التالي، بضرب أول ثلاثة ببعض، يعني X ضرب Z ضرب P زائد، هلا راح أخذ البقايا Y بK بQ، Y ضرب K ضرب Q، والكل على جداء الأضلاع الكبيرة ببعض، على A في B بJ. إذن عم بطبق الجزء الأول من القانون بالبسط كأنه عم باخد قاعدة سيفا، عم بضرب Y بK بQ زائد X بZ بP على ضرب الأضلاع الكبيرة ببعض. بهذا المثال عم بيعطيني مساحة DAF، إذن DAF هذا المثلث الصغير عاطيني مساحته 4، عم بيقول لي طالع لي مساحة المثلث الكبير. راح أفترض هذا الضلع طوله A، مثل ما قلنا راح اختار مثلا الاكس، ما راح اخذ اللي بعده، راح اخذ هاد وايضا هاد، وهون عندي بالمقابل بقيوا الآ مع الاثنين اكس مع الكا. راح نطبق القانون، مساحة الصغير 4 على مساحة المثلث الكبير اللي هو طالبه آ تساوي، بتطبيق القاعدة اكس باثنين كا بآ، اكس ضرب 2 كا ضرب آ زائد 2x بك بأ، 2x بك بأ، والكل على، هلا هذا الضلع صار 3x، الضلع الآخر هون صار 3k، والضلع اللي هون عندي 2a. طيب 4 على a بيساوي، راح نختصر، لاحظوا بكل الحدود في الأعلى وبالأسفل عندي x وكا وآ، X وكا وآ، X وكا وآ. طيب تبقى عندي 2 زائد 2، يعني تبقى عندي 4،
3 ضرب 3 9 2 18. طبعا هون ببساطة الأربعة راحت مع الأربعة، إذن الآ بيطلع 18، فإذن مساحة المثلث الكبير 18. هون عم بيطلب مني مساحة DAF على ABJ، بده الصغير على الكبير. طيب بتساوي مثل ما قلنا بدنا نطبق القاعدة، راح أختار بإني أطف ضلع بكل مرة الشكل التالي. قلنا تساوي 2 ب 3 ب 4، 2 ب 3 ب 4 زائد 1 ب 2 ب 3، 1 ب 2 ب 3 على الضلع هون كاملا 3، الضلع كاملا 5، الضلع كاملا 7 ويساوي. طبعا بإمكاني اختصر الثلاثة من كل الحدود موجودة بجميع الحدود، صار إذن بيطلع عندي 2 ضرب 4 8، 8 زائد 2 يعني 10 على 5 ب 7، العشرة مع الخمسة أعطتني 2 يعني النسبة هي 2 إلى 7. بهذا المثال عم بيطلب مني طول الإكس، عاطيني مساحة الصغير على الكبير. لاحظوا المثلث الصغير على الكبير يساوي 30 النسبة. قلنا راح نختار الشكل الثاني، وأيضا هدول الثلاثة مع بعض. طيب صار عندي x بثلاثة باثنين، x ضرب ثلاثة ضرب اثنين زائد ثلاثة باثنين بثلاثة، ثلاثة باثنين بثلاثة على هذا الضلع كاملا صار طوله x زائد اثنين، الضلع هذا كاملا خمسة والضلع هذا كاملا ست. طيب بإمكاني أختصر، أولا أقول السبعة على ثلاثين تساوي، هلأ انتبه هون الستة موجودة بالأسفل بتروح مع ستة من هون وراحت مع ستة من هون، تبقى عندي بالأعلى x زائد ثلاثة، وأيضا تبقى عندي خمسة، الخمسة مع ثلاثين بضل ستة. طبعا أنا هون آسف نسيت ال x زائد اثنين، طرفين بالوسطين 6x زائد 18 يساوي 7x زائد 14، راح نقول 6x لهون تبقى عندي x، راح نقول 14 بيطلع 4. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كتير لإصغائكم.